أيضا من الأخبار، أسر معتقلين سياسيين ينفذون وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان. نفذت أسر المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان، ورفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة. ووصف ممثل أسر المعتقلين أبو الفيض مختار ما تعرض له شقيقه محمد مختار بأنه تجاوز لما ورد في الوثيقة الدستورية. وفي السياق قال الأمين العام لمفوضية حقوق الإنسان عبد الخالق عبد اللطيف هدعة الله إن المفوضية ستدرس المذكرة التي استلمتها من ذوي المعتقلين وتدفع بها إلى الجهات المختصة بالشكاوى لمتابعتها مع الجهات المختصة. أنا أفتكر واحدة من التغييرات اللي حدثت في نظام جهاز الأمن والمخابرات بعد تحول إلى جهاز المخابرات العامة أن سلطة الاعتقال لا تتعدى 24 ساعة، يا تطلق سراحه يا تقدمه إلى محاكمة ببينات. دي واحدة. الثانية الوثيقة الدستورية الآن بموجبها شكلت الحكومة دي والآن بتدير بها الدولة هي برضه بتنص على أنه ما في اعتقال يطول مداه ما لم تقدم المتهم إلى محاكمة. فأنا أفتكر أنه المطالب الآن بتاعت ذوي المعتقلين هي مطالب شرعية جدا ومن حق الدولة، ونحن نتكلم الآن عن شعارات الثورة حرية سلام وعدالة، يجب أن تكون حرية وسلام وعدالة لجميع أبناء السودان، وإن كان هناك أي بينة بتستدعي تقديم أي من المعتقلين للمحاكمة يقدم طوال للمحاكمة، ما في كبير على القانون. لكن إذا كان اعتقالات تحفظية أو كذا أنا أفتكر ما عادت الوثيقة ممكن تسمح بهذه الاعتقالات التحفظية.